بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية وتقاسم مقاعده النيابية على كأس الإطار من جديد، وعلت معه الخلافات الناتجة عن منهجية التوافق التي أصر عليها الإطار ليدخل هذا الكيان السياسي بخلافات بين أركانه الأساسية. أبرز تلك الخلافات تتحور حول مسألتين: الأولى تتعلق بالمناصب، خصوصاً منصب رئيس الوزراء، حيث نشب الخلاف هنا حول الأسماء المرشحة لهذا المنصب، وأظهر اتجاهان: الأول يؤيد لأن تكون من قيادات الخط الشيعي الأول، والثاني يرى أن في ذلك مجازفة واستفزاز للصدر الغاضب وجمهوره، وهو ما يعجل بانهيارها بأي مد جماهيري. أما المسألة الثانية فهي كيفية التعامل مع زعيم التيار الصدري الذي بدا انسحابه السياسي وانسحاب نوابه من البرلمان مفاجئاً تماماً في وقت يصعب ملء الفراغ الذي سيتركه. المفارقة التي لفتت أنظار المراقبين والمتابعين للشأن السياسي العراقي أن الأطراف التي بدأت بمراجعة نفسها حيال الحكومة ومستقبل العلاقة مع الصدر الذي يملك القوة الجماهيرية المنضبطة هي الأطراف التي لديها أجنحة مسلحة داخل الإطار التنسيقي. لاحتواء تلك الخلافات أطلق تحالف قوى الدولة أكثر القوى وسطية داخل الإطار، أطلق مبادرة باسم قوى الدولة تتضمن إجراءات يصفها مراقبون بأنها لا تلائم الطامعين في تشكيل الحكومة بسرعة من داخل قوى الإطار. رغم انعدام ردود الفعل تجاه هذه المبادرة، إلا أنها تلاقي بحسب مصادر مطلعة استحسان القوى التي ترفض استفزاز الصدر وجمهوره. إذن قوى الإطار التنسيقي دخلت الآن في مرحلة اختبار حقيقي، وبدأ القلق يساورها في ضوء اعتزال الصدر وتغيير موازين القوى داخل الإطار وكيفية تعامله مع الواقع السياسي الجديد وأسلوب التفاوض مع الشركاء من الكرد والسنة.